السلام الله عليكم أعزائي. اليوم إن شاء الله سأشارككم تطبيق جميل جدا اسمه يونيتي. دور هذا التطبيق أنه يشاركك الملفات الموجودة على حاسوبك مع هاتفك، ويمكنك تصفح هذه الملفات بسرعة كبيرة لدرجة أنك لن تلاحظ أنك تتصل خلويا بحاسوبك. نعم صدقني، وهذا عن تجربة. فالتطبيق موجود على الآيفون والأندرويد، البرنامج موجود على الماك والويندوز. يكفيك الدخول على getunity.com، تحميل التطبيق عن طريق النقر على داونلود. طبيعة الحال سيتم تحميل التطبيق الذي سيشغل على الحاسوب، كما سيحمل التطبيق الذي يشغل على الهاتف. طبيعة الحال بعد تسجيل الدخول إلى التطبيق ستحتاج إلى النقر على register device. أنا طبيعة الحال سبق لي وقمت بهذا، فيكفيك أن تنقر على الأيقونة كما ستشاهدون الآن. ننقر على الأيقونة كما شاهدتم register device وتسجل دخولك. أنا على سبيل المثال سجلت دخولي بحساب الفيسبوك. نفس الأمر سأقوم به على الهاتف، وكما ستلاحظون الآن يعني بعد الانتهاء، شاهدوا معي أعزائي سرعة تصفح الملفات، يعني كل شيء أمام أعينكم. فلاحظوا معي سأدخل إلى فايل، هذه هي الملفات الموجودة على الهاتف أو عفوا على الحاسوب. إذن على سبيل المثال سندخل إلى موفيز. نعم إذن موفيز كما تشاهدون هذه الملفات، هذه الملفات موجودة على الحاسوب، ولكن لاحظوا معي تصفحها، يعني سرعة التصفح رهيبة جدا، يعني قد تشك في بعض الأحيان أنك تتصفح الحاسوب وليس الهاتف كما تشاهدون. يعني الدخول إلى الملفات هو سريع جدا. إذن لا تترددوا في تجربة التطبيق، تطبيق رائع جدا، 5 نجوم. يمكنكم بطبيعة الحال تحميله كما قلت من getunity.com. أما أنا لم يبقى لي إلا أن أضرب لكم موعد إن شاء الله في درس جديد غدا بإذن الله، ومواضيع تقنية جديدة لديكم. الحين دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.